سلام الاخوان، في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نتفرجوا في كاس العالم وان شاء الله حتى في كاس افريقيا. الويفي راه كيمكن لك تفرج فيه، ولكن المشكل كيبدا يتقطعوا الماتشات ما كيخليكش تكمل، كيبدا يوقف. فاللهم نتفرجوا في القنوات ديال تي ان تي المغربيه وتفرجوا وانت مرتاح والجوده حتى هي مزيانه. فدابا الناس ولاو كيقلبوا على الفراشه باش يتفرجوا في النصف النهائي. دابا المغرب وصل النصف النهائي مع فرنسا، ومازال تابعنا ماتش واحد اخر. هي الا ربحنا غادي ندوزو للنهائي، والا خسرنا غندوزو للماتش ديال الترتيب، يعني جوج ديال الماتشات مازال غتفرج فيهم، وغادي تحتاج انك تقلب على الفراشه ولا على التي ان تي. الفراشه ما بقاتش في السوق ولا قليله، وحتى التي ان تي غالي، كيقول لك 70 درهم 100 درهم 200 درهم. فانت غادي تقضي غير بهذه الطريقه اللي غادي نشوفو في هذا الفيديو. غتدبر على كانيطا، غادي تدبر على هاد الخيط ديال البارابول، يقدر يكون عندكم شي واحد قديم ولا غادي تقطعوه، قطع منه واحد 2 متر ولا متر ونص. الا بغيتي تشريه شري راه شي 30 ريال ولا 2 درهم. وغتشري هاد الراس هذا ديال الفراشه، نقول له عطيني الراس ديال الفراشه، ها هو ماشي شي حاجه اللي غاليه. وغادي انت غادي تقادو، حسن لك ما غتشري فراشه ب 30 درهم ولا غتشري ريسيبتور ب 70 درهم. فندوزو نشوفو الطريقه. هادي الكانيطه ديالنا غادي نحاولوا نقطعوها، كنجيو للراس ديالها هنا. الدراري الصغار عندكم حداو راسكم، شي واحد كبير هو اللي يقطعها. كتجي الراس ديالها هنا الفوق، كنضربو ضربه بالموس بحال هكا، راه دغيا كتشرك شتوها، وكتكمل ليها. كتبدا تدور حتى كتلاقى الجهه الاخرى. ها نتوما انا طيرت لها هادي، هاي كنطيرو لها هادي صافيحه بحال هكا. ها فوالا، صافي صافي. هاد الجوج اللي كنحتاجو هادي وهادي، بات هنا تقبا هنا، وفي الاخرى عاوتاني تقبا هنا باش نجيبو. غتكون بحال هكا بحال الفراشه. الراس ديال البارابول هذا غنعريو على النحاس واحد شويه، وغنعريو على هاد الالومنيوم اللي كاين هنا خيوطه. هذا ما خصوش يقاس لنا النحاسه، كنشدوه كنبعدوه على النحاسه بحال هكا. وهذا الراس هذا هو اللي غادي نركبوه هنا، ها كنلقاوها بحال هكا. كنحلو شويه هاد الفيس، غتحلو شويه الفيس باش ندخلو فيه الراس، هاد الراس ديال النحاس. صافي بحال هكا، ها هو الراس النحاس دخل. غنزيروه وغنديرو فوقو هاد الالومنيوم هذا، ونبركو مزيان، وغنهزو عاوتاني هادي وغنسدوها من الفوق. كندخلوها بحال هكا شتو، وكنسدو بها الجهه الاخرى. صافي هي سدات كما كتشوفوا، ها هو الخيط مخير. نخرجوا الالومنيوم، ها هو الكبير، الجهه ديال الالومنيوم. دابا هادي هي بلاصه الفراشه، هادي غنركبوا فيها واحد الصفيحه ديال الالومنيوم، وهاد النحاس غنخليوه بوحدو عاوتاني نبعدوه. عندكم يتلاصقوا لكم، ديما وحده تكون بعيده شويه على الاخرى بحال الفراشه اللي كتباع، لا كتلقى وحده بعيده على الاخر. صافي احنا كملنا الفراشه ديالنا. فنحاولوا نعلقوه في شي بلاصه تكون عاليه، مثلا بحال انا غادي نعلقوه هنا شي كما كتشوفوا بحال هكا، وحده بعيده على الاخر. صافي الخيط ديالي غنديه للتلفازه. كنشعلوا التلفازه، كنبركو على السورس التلفازة، فين مصورة التلفازة تيفي، كنبركو في تيفي، وكنجيو كنديرو الموني هادي اللي فيها البارابول، كنبركو فيها، وكنجيو النوع الهوائي كنديرو هواء، وكنديرو مسح تلقائي. كنجيو كنختارو المغرب، وكنجيو كنختارو الرقمي، وكنديرو بدء المسح. فهي اوتوماتيك تتقلب لك، وانت غتبدا دير روشيرش، الا ما لقيتيش غتبدا تحرك الخيط، غتبدا تبدلو البلاصه، مره ديرو لتحت مره ديرو الفوق حتى يشد ليك. ها هو تيرو شيرشي على القنوات، ها هو القاسم تاع ديال القنوات تي ان تي شتوه. نخليو دابا حتى يوصل ل 100%. كنديرو موافق، ها هو 23.7%. هنا غينقلو نصف النهائي، كرواتيا
هذا ما يبرر هذا الهدوء الذي يخيم على هذه المنطقة التي نتواجد بالمنطقة يسارا صورة عملاقة للرانسيس، والعالم المغربي يزين أغلب البنايات هنا في العاصمة القطرية الدوحة. فهذه الطريقة الإخوان باش أنكم تفرجوا مع مولين داركم ولا ديروا المولين داركم يتفرجوا في كأس العالم وإن شاء الله حتى في كأس إفريقيا، ودير واحد البريد الدسائي وتجلسوا مجموعين وإن شاء الله الركراكي غيدي إن شاء الله كأس العالم، وغنديروا النية وغنضربوا إن شاء الله فرنسا. المغرب سمع التاريخ وديما مغرب، والكأس ديالنا إن شاء الله غنديروا النية ونضربوا فرنسا إن شاء الله، ونضربوا كرواتيا ولا الأرجنتين اللي تلاقيناه بسم الله. وهادشي اللي كاين في هاد الفيديو، وكنشكركم على المشاهدة.